رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية وطنية تعكس أولويات بلادنا لمواجهة التغيرات المناخية. وزير المياه والبيئة يؤكد أهمية حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. ومحافظ حضرموت يشيد بتدخلات منتدى التنمية السياسي في مجالات السلامة المجتمعية والحكم المحلي. أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية الرئيسة، نقدمها لكم من استديوهاتنا في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. نبدأها بخبر رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك الذي وجه بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في بلادنا، خصوصا على سبل العيش والموارد البيئية والخدمات الأساسية والبناء التحتية. وأكد دولة رئيس الوزراء لدى رئاسته اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حكوميا في إطار التحضيرات الجارية لمشاركة بلادنا في مؤتمر الأطراف 29، أكد أهمية تقديم رؤية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على بلادنا وعرض احتياجاتها ورؤية الحكومة لمواجهة هذه التغيرات. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية بناء استراتيجية تفاوضية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة المرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك تدفق اللاجئين وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتنبؤ بها والتكيف المستمر مع تقلباتها. كما اطلع الاجتماع من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي إلى شرح حول التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ القادمة التي ستركز على قضايا التمويل والتكثيف والخسائر والأضرار، كما جرت مناقشة المزايا والتسهيلات الحكومية الإضافية التي يمكن تقديمها لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. هذا وكلفت وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري ومصلحة الجمارك بإعداد تصور شامل حول سبل الكفيلة بتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق جمعية الحكمة اليمانية الخيرية المشاريع الصحية التي تعتزم الجمعية تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وفقا لاتفاقية التعاون والشراكة. وخلال اللقاء استعرض فريق الجمعية قائمة المشاريع التي تشمل إقامة مخيمات للعيون في الضالع والمهرة وحيس والمخاء والخوخة، إضافة إلى دعم مراكز الغسيل الكلوي في عدن وشبوة وحضرموت وتعز وسقطرى وتشغيل عربتين متنقلتين في عدن وحضرموت. وأثنى الوزير بحيبح على تدخلات الجمعية مؤكدا دعم الوزارة وتذليلها أي صعاب تواجه تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى الحاجة لدعم مكافحة الإسهالات المائية الحادة والكوليرا في عدد من المحافظات ورفض المستشفى السويدي بتعز بجهاز تنفس صناعي للمواليد. أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في كلمته خلال الورشة المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن تحت عنوان تفعيل منطقة البحر وخليج عدن كمناطق خاصة ضمن اتفاقية ماربول، أكد أهمية حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. وأشار الوزير الشرجبي إلى أن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تعد من الممرات البحرية الحيوية والاستراتيجية على مستوى العالم، لكنها تواجه تحديات بيئية خطيرة نتيجة التلوث البحري والنشاطات البشرية المتزايدة. كما لفت الشرجبي إلى حادثة استهداف السفينة روبي مار في فبراير 2024 التي غرقت نتيجة هجوم من الميليشيات الحوثية الإرهابية، محدثة تهديدا كبيرا للبيئة البحرية، مؤكدا أهمية اتفاقية ماربول لتعزيز القدرات الوطنية في رصد ومراقبة التلوث البحري والحصول على الدعم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي اليوم مع المدير العام لمديرية المنصورة أحمد الداودي
عملية تأهيل كورنيش المحافظة بمديرية المنصورة والدراسة التي أعدها مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتوسعة كورنيش الفقيد الفنان محمد مرشد ناجي بمنطقة ريمي وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار وصيانة المظلات وترميم الجدران الحجرية بالكورنيش، كما يشمل المشروع وضع حلول لمنع طفح مياه الصرف الصحي. وأكد الوزير الحريزي أهمية تأهيل هذا الكورنيش الذي يعد من المتنفسات الرئيسة وواجهة سياحية وحضارية للمدينة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الأماكن السياحية والمرافق الاقتصادية. دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري في العاصمة المؤقتة عدن ملتقى استدامة لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني للعام 2024 في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، الذي تنظمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بهدف تحسين قدرات قيادات 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بلادنا. وفي افتتاح الملتقى أكد الوزير الزعوري أهمية الملتقى في تعزيز قدرات المنظمات والإسهام في تحسين أدائها وزيادة تأثيرها الإيجابي، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير العمل الإنساني والتنموي. التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوث مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا فريق منتدى التنمية السياسية برئاسة مسؤولة البرامج والمشاريع الدكتورة نادية الكوكباني بحضور المختصين بالأمن والشرطة والدفاع المدني بساحل حضرموت. جرى خلال اللقاء استعراض برامج التدخلات أو التدخل للمنتدى في حضرموت عبر 3 مشاريع في مجال الحكم المحلي والسلامة المجتمعية والمشاورات بالتنسيق مع السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن والشرطة. وتستهدف هذه المشاريع فتح مساحة للحوار بين المكونات والأحزاب السياسية ودعم وتجهيز مراكز الأمن وتعزيز النهج الخاص بالسلامة المجتمعية واستقرار الحياة من خلال دور المنتدى الفاعل في التعاون مع الأمن والشرطة لخلق شراكة بين المجتمع والجهات الرسمية ولإيجاد أقسام شرطة نموذجية وتوفير الدعم اللازم وبناء القدرات في مجالي الشرطة والقضاء. اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا على برامج مشاريع منظمة صناع النهضة ونتائج إعدادها لخطة التنمية الاستراتيجية للتعافي بمديريات المحافظة. المحافظ استمع من المدير التنفيذي للمؤسسة محمد السيد إلى أهداف الخطط الاستراتيجية للتعافي على مستوى المديرية والمحافظة ودورها في توفير جوانب الاحتياجات للتدخل في القطاعات الحيوية. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في بلادنا الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر منظمة صناع النهضة. كما جرى خلال اللقاء تطرق إلى مستوى تنفيذ مشروع سبل العيش متعدد السنوات الغذاء مقابل الأصول الذي يستهدف أكثر من 1000 أسرة محتاجة من خلال تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص العمل. هذا وأشاد محافظ حضرموت بدور منظمة صناع النهضة في تنفيذ هذه الأنشطة، مشيرا إلى أهمية التنسيق وتوافق الأنشطة مع المشاريع ذات الاحتياج الفعلي. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي بمعية المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد المخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة، وذلك بمجمع الزهراء التعليمي بمدينة المكلا. التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع. لصقل وتنمية المواهب والقدرات لدى الطلاب، مخيم صيفي يدشن بالمكلا للعام الثاني على التوالي، يستهدف رفع القدرات والمهارات الفكرية والإبداعية لطالبات الثانوية العامة. أؤكد على دعمنا لمكتب التربية والتعليم، دعمنا لجميع المدربين والمدربات في مثل هذه المخيمات، والتي ستنقل التي ستكسب الطالب سواء كان الطالب والطالبات الكثير من المهارات الحياتية التي يحتاجها ليتسلح
ليكون عنصر فاعلا في المجتمع في المستقبل إن شاء الله. وضمن خطتنا الاستراتيجية في مكتب وزارة التربية والتعليم على أن الطالب وخريج التعليم العام لا يعني يكتفي بالتحصيل العلمي، وإنما ما هو موجود في مرجعية التعليم العام أن يكتسب الطالب ما بين المعارف وما بين العلوم، يكتسب أيضا المهارات الحياتية ويكتسب القيم التربوية. 120 طالبة من مختلف الثانويات والمجمعات التعليمية بالمكلا يستفدن من هذا المخيم للمجالات المتعددة كالروبوت والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية والحاسوب والمهارات الحياتية وغيرها لمدة 12 يوما تحفيزا للطالبات واستعدادا لعام دراسي جديد. احنا اليوم في هذه الدورة عشان نطور من مستقبلنا في اللغة الإنجليزية وفي التطورات اللي يعني الجامعات واللي تبغى منحة والأشياء هذه. الدورة مرة ممتازة يعني، وتعلمنا فيها حاجات عن الحاسوب واستفدنا أكثر. بصراحة هذه المخيمات كانت مفيدة جدا لنا كطلاب، بحكم أنه في المدارس ما في إمكانية أنه في مجالات واسعة، فكانت هذه أنه انطلاق للمستقبل، خصوصا أنه التخصصات اللي اختاروها تخصصات جدا تنفع في المستقبل، ونتمنى أنهم يقيمون المزيد بشكل أوسع ومدة أكبر إن شاء الله. الاهتمام بهذا الجيل الصاعد ومراعاة احتياجاته ومساعدته على رسم مستقبله في ظل الوضع الحالي عبر هذا المخيم تعد بوادر خير لمستقبل مشرق. سمعنا تلفزيون حضرموت المكلا. تشهد مدن ساحل محافظة حضرموت أجواء صحوة مع سحب متفرقة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة حارة نسبيا نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع سحب رعدية متفرقة خلال فترات من الظهيرة والمساء ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة، ودرجات الحرارة حارة جدا نهارا إلى دافئة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس نتابع. ختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية وطنية تعكس أولويات بلادنا لمواجهة التغيرات المناخية. وزير المياه والبيئة يؤكد أهمية حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.
ومحافظ حضرموت يشيد بتدخلات منتدى التنمية السياسية في مجالات السلامة المجتمعية والحكم المحلي. ولمتابعة مزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.